بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا في درس جديد بعنوان مصر هي الدنيا. هذا الدرس هو نص شعري للشاعر أحمد شوقي. أحمد شوقي زي ما حضراتكم عارفين وخدنا قبل كده، أحمد شوقي هو شاعر مصري من أشهر شعراء العصر الحديث. ولد بالقاهرة عام 1870 من الميلاد، درس في فرنسا. درس ايه في فرنسا؟ الحقوق. كان يهوى أن يحب الشعر وبرع فيه ولقب بأمير الشعراء. توفي أحمد شوقي عام 1932 من الميلاد. أهم حاجة في التعريف بالشاعر لقبه، لقب بأمير الشعراء. هذا الشاعر أحمد شوقي شاعر مصري يعرف تاريخ مصر وأمجاد مصر العريقة، فيعطي لنا نصا شعريا يذكرنا فيه بحضارتنا العريقة، الحضارة التي صنعها الآباء والأجداد بكفاحهم واجتهادهم، حيث كان العلم النافع وسيلتهم في هذا الكفاح وذلك الاجتهاد. وبقي الآن دورنا في أن نعيد للوطن أمجاده ونصنع ما صنعه الأجداد السابقون بالعلم والاجتهاد والعمل الدائم الدؤوب الذي يساعد على تقدم الوطن ورفعة هذا الوطن، وأن يكون دائما مواكبا لرقب الحضارة والتقدم، وأن يكون دائما في أولى الأوطان، ويكون دائما بلدنا أول البلاد في التقدم والحضارة. هيا معا أحباء الطلبة نقرأ سويا هذا النص. اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا، وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا، نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهاجا، سعيا أبدا سعيا سعيا لأثيل المجد وللعليا، ولنجعل مصر هي الدنيا ولنجعل مصر هي الدنيا. هيا معا نقرأ مرة ثانية معي جميعا. اليوم نسود بوادينا ونعيد محاسن ماضينا، وطن بالحق نؤيده وبعين الله نشيده ونحسنه ونزينه بمآثرنا ومساعينا، نتخذ الشمس له تاجا وضحاها عرشا وهاجا، سعيا أبدا سعيا سعيا لأثيل المجد وللعليا، ولنجعل مصر هي الدنيا ولنجعل مصر هي الدنيا. تعالوا سويا نشرح هذا النص ونخرج ما فيه من معاني ومضاد ومواطن جمال، وينبغي أن نعلم مواطن الجمال. وزي ما قلنا قبل كده أن مواطن الجمال مش صعبة جدا، مواطن الجمال بنخرجها وبنبينها من خلال معاني المفردات. اليوم نسود بوادينا، ما معنى نسود؟ نسود بمعنى نسبق. بوادينا المراد بالوادي هو وادي النيل، والمراد به إيه؟ مصر. ونعيد يعني نرجع محاسن ماضينا، محاسن مزايا ماضينا السابقين. يبقى اليوم نسود بوادينا، نسود بمعنى نسبق ومضادها نتأخر أو نتخلف، بوادينا وادي النيل، ونعيد نرجع محاسن مزايا أو مضادها مساوئ ماضينا لما السابقين أجدادنا السابقين. وطن بالحق نؤيده، وطن بالحق بالعدل بالمساواة، ومضاد الحق الباطل، أحسنتم. نؤيده يعني ندعمه نقويه، مضادها نتخلى عنه. وبعين الله نشيده، بعين الله أي ببركة الله تعالى نشيد هذا الوطن العظيم ونبنيه، ومضاد نشيده نهدمه. ونحسنه ونزينه، نحسنه يعني نجمله، نزينه أيضا بمعنى نجمله، أي الكلمتين بمعنى واحد بينهما ترادف، يعني نفس الكلمتين لهم نفس المعنى، نحسنه ونزينه بمعنى نجمله. بمآثرنا، مآثرنا يعني مكارمنا، ومساعينا بجهودنا ونشاطنا. نتخذ الشمس له تاجا، نتخذ الشمس التي تظهر في سماء الدنيا تاج،
والتاج هو ما يضعه الملك على رأسه ليزينه إن اتخذ الشمس تاجا لهذا الوطن العظيم، وضحاها ضحى الشمس، ارتفاع الشمس، ضياء الشمس، عرشا وهو الكرسي الذي يجلس عليه الملك، وهاجا منيرا مضيئا عكسها منطفئا. يبقى نتخذ الشمس تاجا، يبقى شبهنا الشمس بالتاج، وهاجا منيرا، سعيا أبدا، سعيا بمعنى نشاطا، عملا، اجتهادا دائما، سعيا يبقى نجتهد دائما، أبدا بمعنى دائما، لأثيل، لكي نصل لأصل المجد الشرف والعليا، وعكس الشرف أو المجد الوضاعة، وللعليا أي للمكانة العالية، لنجعل مصر دائما، نعمل دائما باستمرار لكي نجعل مصر في مقدمة البلدان دائما، ولنجعل مصر هي الدنيا، يعني نعمل لكي نجعل مصر هي كل الدنيا، يبقى شبهنا مصر بالدنيا كلها، ولنجعل مصر هي الدنيا. وطبعا قلنا الشاعر لما يعيد أي لفظ أو يعيد أي كلمات يبقى معناها للتوكيد، بيعيدها يؤكد أن مصر سوف تتقدم وتصل إلى أعلى المراتب. هيا معا نقرأ شرح النص. بالعزيمة الصادقة والإصرار سنسود ونسبق غيرنا ونعيد أمجاد هذا الوطن العظيم الذي بناه أجدادنا، وإننا نبني هذا الوطن ونقويه بالحق وبالعدل، ونزينه ونجمله بالأخلاق الحميدة وبالعمل الجاد والسعي المستمر، وسوف نعمل دائما على تقدمه ورقيه. ولأن وطننا العظيم فإننا نجعل له الشمس تاجا، لأن الوطن عظيم نجعل دائما الشمس له تاجا مرصعا بالرفعة والعلو، تاجا مرصعا بالرفعة والعلو والشموخ، وسوف نجعل له ضحى هذه الشمس عرشا وهاجا له بريقه الجميل. فعلينا دائما أحباء الطلبة أن نسعى دائما لنستعيد المجد الأصيل، لتصل مصر إلى العالية، للمكان العالية، حتى تكون مصر هي إيه؟ أحسنتم، هي الدنيا. هذه بعض المعاني الموضحة في الشاشة أمامكم، نقرأها سويا ونحفظها لكي تساعدنا في استخراج مواطن الجمال وفي حل تدريبات الكتاب والشيت. نسود بمعنى نسبق ونغلب، نسود بمعنى نسبق، مين فاكر احنا قلنا معناها نسبق يبقى مضادها ايه؟ مضادها ايه؟ برافو، نتأخر او نتخلف. نشيده بمعنى نبنيه، يلا استعيدوا معايا كده، مضاد نشيده، احسنتم، نهدمه. مآثرنا اي مكارمنا، طب ما مضادها ها المكارم عكسها ايه؟ ها احسنتم، مساوئنا. تاجا وما يوضع على رأس الملك وهو رمز لهذا الملك ما يجمله، وهاجا اي شديد اللمعان، يلمع، ويلمع بمعنى يضيء، يبقى مضادها منطفئا. نكمل بعض المعاني. أثيل، أثيل المجد بمعنى أصيل المجد، سعيا عملا وكفاحا، مضاد سعيا، مضاد العمل الكسل، يبقى كسلا. أبدا دائما معناها دائما، طب مضادها ها مضادها، أحسنتم، أحيانا. بوادينا، قلنا الوادي هو وادي النيل والمراد به مصر، هذه كلمة ومضادها التي شرحناها من قبل. نستخرج بعض مواطن الجمال اللي موجود عندنا في الشيت، ويمكن موجود كمان أكتر من كده في الشيت، بس احنا هنوضح بعض مواطن الجمال. ما في البيت الثالث، ونحسنه ونزينه بمآثرنا، نزينه، نزين هذا الوطن بالمآثر بالمكارم. هل يجوز أن نزين الوطن بالمكارم؟ لا طبعا ما ينفعش، يبقى تعبير جميل، صور المآثر أو المكارم بالزينة التي نزين بها هذا الوطن. في البيت الرابع، نتخذ الشمس له تاجا، نتخذ الشمس تاجا لمين؟ له، لهذا الوطن، أحسنتم. يبقى هل يجوز أن تكون الشمس تاج؟ لا طبعا. طب من الذي يلبس التاج؟ هو الملك، أحسنتم. يبقى تعبير جميل، صور الشمس بالتاج، وصور الوطن بالملك الذي يلبس هذا التاج. وضحاها عرشا وهاجا، في نفس البيت، ضحى
مصر أو ضحى الشمس نتخذ عرش، بقى تعبير جميل، صور الضحى بالعرش الذي يجلس عليه الوطن والمراد بالوطن هنا اللي هو الملك. سعيا أبدا، سعيا سعيا، قلنا وقلنا كذا مرة إن التكرار يفيد التأكيد، التكرار يفيد التأكيد على ضرورة العمل وتقدمه. في البيت الأخير بيقول ولنجعل مصر هي الدنيا، ولنجعل مصر هي الدنيا. هذا تعبير جميل وهو يحمل معنى الأمر، أسلوب أمر غرض الحس والتشجيع على رفعة مصر وجعلها دائما في أحسن وأفضل مكانة. في عندنا طبعا نأكد على مواطن الجمال اللي موجود عندنا، مش لازم نحفظ مواطن الجمال بما هو موجود بالضبط، لا، احنا ممكن نستخرج مواطن الجمال من فهمنا للنص ونطلعها ونحفظها بالطريقة اللي احنا شايفينها سهلة لنا، لان مش لازم نحفظ بالضبط، لا، المهم ان احنا نستخرج مواطن الجمال ويكون عندنا حس لغوي بلاغي نستخرج به مواطن الجمال ونعرف نبينها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. ان شاء الله اللي عنده اي سؤال او مش فاهم اي جزئية بيعلق لنا او يسيب لنا اي سؤال، وبإذن الله نبقى نفرد حصة نرد فيها على الاسئلة ونحل فيها بإذن الله الشيت والكتاب. شكرا لاستماعكم وشكرا لحضوركم معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.